بسم الله الرحمن الرحيم. وانا في بلده شيده سعدت ان التقي باحد الاخوه الكرام الاسم الكريم عبد الله بن سيف بن سالم شيدي ابو المجد. ابو المجد الاخ عبد الله، اريدك تعطيني نبذه عن هذا المكان، اسماء الاماكن، لانه لا اعرف انا انه العمانيين يتميزوا انه كل مزرعه لها اسم، فاذا سمحت. الحمد لله احنا اهلنا اول في السابق يملكوا هذا المال ويعتنوا به من زمان. نعم، فأصبح المال يعني العمود، تعرف الفقري دائما كذا صدق للمأكولات وغيره فعلا. فسموا كل منطقة باسمها. نعم، المنطقة هذه اسمها قتبان الزامة. قتبان زامة. أيوة. وتمشي لأن هنا طبعا لأن هنا هذا تحت، بس هذا المكان. أيوة. طبعا هذا المكان يعد بس بالأصبح على ناس معينة. نعم، هذا المكان اشتهر في عمان يمكن كلها ما شاء الله، فاسمها فاسم المناخ. المناخ حتى هنا المناخ يعني. نعم، فهذه جلسه دكتوري. نعم. اذا تلاحظ. نعم ما شاء الله. هنا كان هل كان الابل تنوخ ولا شيء؟ لا، بس هذه جلسه طبيعيه تحت الهمبيج، الناس تجلس تستريح يعني. نعم جميل. فذهب اسمه الابل من ذاك الصوف الحار القديمه. نعم، في مكانها. اما هنا كانوا الناس تجلس وترتاح وما كان جميل ومريح وكذا. طبعا هذا هل هذه العاده الان راحت ولا الناس بعدها تحافظ في المناسبات ولا والله شيء؟ بس في المناسبات. ايام الاعياد، ايام رمضان. طبعا انت شفت يمكن طلعت على. نعم. نجلس في مكانات معينه فقط في شيله، لكنه الناس ما فاضيه الحين، اعمالهم متباعده. صدقت، من مكانها مكان، المكان متباعد يعني. الافلاق عندكم، هل الفلق هذا له نظام العريف والوكيل وكذا ولا؟ احنا في السابق حيانا كانوا يعني متحدين. والافلاج هي عده افلاج طبعا في شيء. ما شاء الله. ما تقدر تعدهم كم. نعم. انا ما يحضرني كم، لكن انا اللي اعرف انك عن 7-8. ما شاء الله. وفي بعد قنان في اكثر عن 15 يسموه قبيل. نعم، وهذا القبيل يسقي طبعا حيول. ما شاء الله. هي. نعم صدق. هي جميل. حيل مزين وحيول يعني كلها كثيرة يعني. أنا أحضر عندي مسجلينهم طبعا. نعم ما شاء الله. وغيران وادي شيدة كلهن عندي. طبعا ما شاء الله زين. ممكن أرسلها حالك في المناطق في المرات القادمة. الله يفرج.